شكرا لك العربي. مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. بداية وفي النشاط البرلماني، يواصلوا نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. هذا وثمن النواب القرارات والإجراءات المدرجة في مشروع القانون والتي تصب في مجملها في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع منحتي البطالة والتقاعد. في إطار زيارات العمل والتفتيش إلى مختلف النواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي، شرع سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة تدوم يومين، حيث يعقد لقاء توجيهيا مع مستخدمي هذه الناحية ويتفقد بعض الوحدات الصناعية للجيش الوطني الشعبي. السيد الفريق أول أكد أن رعاية السيد رئيس الجمهورية تندرج في إطار ترسيخ المرتكزات الداعمة لأمن الجزائر وقدرات دفاعها الوطني، مشددا على أن الجزائر ستبقى شامخة بفضل الوطنيين من أبنائها المخلصين. حمزة أحمد بالقسامة. في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء نور الدين حنبلي قائدي الناحية العسكرية الخامسة، وقف السيد الفريق أول بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح الشهيد البطل زيغوت يوسف الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. وبمقر قيادة الناحية عقد سيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع أفراد الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن روح نوفمبر وقيمه الثابتة والخالدة هي وحدها القادرة على تجنيد شباب الجزائر وشحذ هممهم وتقوية عزائمهم وتحفيزهم على المساهمة الفاعلة في بناء وطنهم. وما دمنا لا نزال نعيش نفحات شهر نوفمبر، فإننا نؤمن أشد الإيمان بأن روح هذا الشهر العظيم وقيمه الوطنية الثابتة والخالدة التي انتصرت بها الثورة التحريرية المجيدة هي وحدها القادرة على تجنيد شباب الجزائر في أي موقع كانوا، وهي وحدها الكفيلة بشهد وتقوية عزائمهم وتحفيزهم على المساهمة الفعالة في بناء وطنهم وتعبيد سبل عزته ونهضته وتوفير أسباب وعوامل نمائه الاقتصادي والاجتماعي. وتلكم غايات عالية المقام تستلزم تحقيقها ضرورة توفير أجواء هادئة يسودها الأمن والاستقرار وراحة البال، وهي الغاية التي يعمل الجيش الوطني الشعبي رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى إلى بلوغها عبر مواصلة الجهد المتواصل والمتكامل في سبيل تخليص بلادنا نهائيا من آفات الإرهاب واستصلاح جذوره، وهو ما يتطلب مواصلة تجنيد وتوظيف كافة العوامل المؤدية إلى الرفع من قدراتنا في كافة المجالات.
السيد الفريق أول أكد أن رعاية السيد رئيس الجمهورية تندرج في إطار ترسيخ المرتكزات الداعمة لأمن الجزائر وقدرات دفاعها الوطني، مشددا على أن الجزائر ستبقى شامخة بفضل الوطنيين من أبنائها المخلصين. وفي هذا الصدد تندرج الرعاية المستمرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لجهد ترسيخ المرتكزات الداعمة لأمن الجزائر وقدرات دفاعها الوطني، وإنني لا أشك إطلاقا أن الجزائر ستبقى إلى الأبد الآبدين بفضل الوطنيين أمثالكم شامخة في السماء بكل ما ترمز إليه من مبادئ وقيم ومقومات شخصية ثابتة وانتماء ثقافي وحضاري راسخ، رغم محاولة زراع الفتنة وكيد الكائدين الذين سيهزمون شر هزيمة على أيديكم وأيادي أبناء الجزائر المخلصين. إثر ذلك تابع السيد الفريق أول تدخلات المستخدمين واستمع مطولا لانشغالاتهم واقتراحاتهم. تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة أمسي بالجزائر مع رئيس اللجنة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في منطقة الساحل الرئيس السابق للنيجر محمد إيسوفو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وقد مكنت المحادثات من إبراز الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار التعاون الأمني الإفريقي لمكافحة التهديدات الإرهابية، وكذا مبادرتها الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. وفي هذا الإطار شدد الرئيس إيسوفو على الدور الهام للجزائر في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، مؤكدا أنه يعتمد على خبرة الجزائر لإنجاح هذه المهمة التي كلف بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية غردايا، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن مرافقة المستثمرين الحقيقيين وترقية إنتاجهم بما يسمح لهم بأداء دورهم بشكل كامل في النسيج الاقتصادي المحلي والوطني يعد دعما لإطلاق المشاريع الصناعية المدرة للثروة ومناصب الشغل لفائدة الشباب. أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي خلال إشرافه بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة على افتتاح الطبعة 15 للصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة، أكد ضرورة مرافقة وتشجيع مثل هذه التظاهرات التي تساهم في مد جسور التعاون وتعزيز التبادل بين منتجي هذه التجهيزات والمتعاملين السياحيين وكذا أصحاب الفنادق. في قطاع السكن تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن عملية توزيع 120 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، والتي تتزامن مع الاحتفالات بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، حيث تم بولاية معسكر توزيع 1569 وحدة سكنية من مختلف الصيغ تتوفر على ضروريات العيش الكريم. كما استلمت 961 عائلة بولاية بومرداس مقررات الاستفادة من مساكن جديدة في مختلف الصيغ، بالإضافة إلى الدعم المالي الموجه للبناء الريفي. وبولاية جالما تم تسليم مفاتيح أزيدة من 6100 مسكن بصيغتي عدل والبناء الريفي في أجواء من الفرحة. وبولاية ورقلة أزيد من 1200 مقرر استفادة من المساكن بصيغة الاجتماعي الإيجاري وزعت على مستحقيها، إضافة إلى مساكن ريفية وسط فرحة المستفيدين.
في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية والذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، نظمت جمعية مشعل الشهيد بمنتدى المجاهد ندوة تاريخية تناولت موضوع الشباب والثورة التحريرية ومساهمة المجلس الأعلى للشباب في الحفاظ على الذاكرة الوطنية. الندوة نشطها رئيس المجلس الأعلى للشباب بحضور أعضاء من المجلس وأساتذة جامعيين. الندوة تخللها أيضا تكريم رئيس المجلس إلى جانب أفراد من الجالية الجزائرية بالخارج ناشطين في تظاهرات الحفاظ على الذاكرة من خلال التحضير لأول نشاط لهم خارج الوطن إحياء ليوم الشهيد. شكل موضوع الآليات الكفيلة باحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية محور أشغال جلسة استماع وتشاور مع فعاليات المجتمع المدني بولاية تلمسان. اللقاء والذي أشرف على افتتاحه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي طرح خلاله المشاركون العديد من المقترحات التي تسهم في الحد من الظاهرة. هلك 3 أشخاص وأصيب 31 آخرون في حادث سير وقع اليوم بمنطقة تمزغيت ببلدية الأغواط إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر حسيم سعود بشاحنة نصف مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 1. هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الفور لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدة ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين تم كشف وتدمير 14 قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بتيبازا. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عملية مختلفة عبر النواحي العسكرية 45 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب3 قناطير و21 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب236,977 قرصا، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإنجزام وجانت وتندوف. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 151 شخصا وضبطت 36 مركبة و253 مولدا كهربائيا و210 مطارق ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و22 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كمية من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات تنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 10 أشخاص وضبط 15 بندقية صيد وكذا 63 قنطارا من مادة التبغ و3,900 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب25,528 لترا بكل من تبسة وسوق هراس والطرف والوادي وبرج باجي مختار.
من جهة أخرى أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. في الرياضة، وتحضيرا للمواجهات الرسمية القادمة، وصل ظهر اليوم المنتخب الوطني إلى ولاية وهران تحسبا للمباراة الودية أمام منتخب مالي سهرة اليوم بملعب ميلود شرفي أو ميلود هدفي بوهران. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة مجريات اللقاء مباشرة على القناة السادسة الشبابية ابتداء من الساعة 8:30 مساء. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، ألقاكم على رأس السلامة.